احنا رغم الرقابة الموجودة حاجات من دي، لكن احنا عايزين برضو تفعيل للقرارات ونزود الاحكام على الناس في الفترة اللي هي الموجودة في عصر ان احنا المفروض الدولة تنهض بالكل. احنا كوزارة التموين او مديرية التموين الجيزة، بتكلم على مديرية التموين الجيزة، انا حاليا انت عارفك بتكلمني واحنا بنفتح معرض اهل رمضان على مساحة 1200 متر في نهاية شارع الهرم. جميع الشركات معانا هنا بعرض اسعارها باقل من الاسعار الموجوده بره من 20-30%. لكن هذا يعني ربما يكون يعني بصوره عرضيه وبصوره يعني استثنائيه في شهر رمضان. احنا نتحدث عن وضع اقتصاد حقيقي للدوله، عن قوانين يجب ان تسري على الجميع. على فكره ماشي القوانين، بس المفروض كمان احنا عايزين نغير سلوك المستهلك. ما ينفعش ان الواحد ياخد كميات كبيره ويخزنها، ما ينفعش انه انا لما هروح اخد اي كميه المفروض اخد احتياجات الفعليه، ما اخدش كميات كبيره جدا واخزنها بره. لما حضرتك الغالبيه سافروا بره، اللي عايز مثلا خضار فاكهه ممكن ياخد ثمر او اثنين او ثلاثه على حسب احتياجاته. احنا بناخد بالاثنين كيلو وعمسه وخمسه كيلو واكثر من كده، وبناخده وبيبوظ وبيترمي. احنا المفروض عندنا نغير ثقافه المستهلك، ده مهم جدا. يعني انا عندي هنا كان في ازمه اسمها ازمه الزيت، ونتيجه الاشاعات اللي بتطلع وحاجات من دي للناس المغرضه والناس الشريره، وبعد كده ازمه الزيت احنا خلصناها. بعد كده قالوا ازمه الرز، والرز احنا الحمد لله في كميات احنا ابتدينا ننزلها دلوقتي موجوده في كل الفروع. انا عندي دلوقتي فروع الاهرام نازله الرز ب 4.5 جنيه، ومنزلين في نوع عريض شويه ب 6 جنيه و7 جنيه. احنا ما عندناش ازمه في السلع، احنا عندنا ازمه للاسف الشديد اللي هي ازمه ازاي المستهلك ياخد احتياجاته فقط بس. وعندنا ازمه ضمير كمان يا استاذ الياس. انا مع طبعا دي للاسف الشديد انا مش عايز انطقها لان دي الناس لمساها. احنا في مكاشفه وفي مصارحه لمشاكلنا علشان نقدر نحلها. بالظبط يا فندم، انا بقول ايه، احنا ما عندناش نقص في السلع، احنا عندنا على مدار اليوم ماشي من اليوم ما عادش بقى الموظف من الساعه 8 ولا 7 لغايه الساعه 2، احنا بنستمر في شغلنا لغايه 8 و9 و10 بالليل. انا امبارح كيوم مثلا للمعارض الناس سهرانين ل 24 ساعه عشان خلينا نقول استاذ الياس ان ده جهد مشكور من وزاره التموين. خلينا نقول كمان ان ده جهد مشكور من الوزارات المختلفه والمعنيه بمجابهه الغلاء، وخصوصا ان احنا داخلين على شهر كريم، شهر رمضان الكريم بروحانياته المختلفه. لكن يعني دعني اتحدث مره اخرى، ارجو ان تبقى معي، واذهب الى ضيفي الاستاذ احمد شيحه رئيس شعبه المستوردين بالقاهره. استاذ احمد، يعني الامور ليست بصوره عرضيه، ما نتحدث عنه هو قوانين لدولة ربما يعني تحاول أن تنهي هذه الأسطورة وهي ظاهرة المحتكرين على طول الأيام أو السنين أو الشهور الماضية. هو بعد إذن حضرتك أنا عايز أوضح أن كل القوانين اللي موجودة ومنظمة لعملية الاحتكار والتجارة الحرة اللي السبب كل الأزمات اللي احنا دي هي قرارات وليست قوانين. يعني لما نلاحظ الفترة السابقة من 2005 من بداية وجود المهندس رشيد وصدور القرارات الحامية للمحتكرين واستمرت حتى وقتنا هذا، هي قرارات والقرارات لا غير 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 قابلة للتنفيذ أمام القوانين. فاحنا لو رجعنا كده كل الأزمات الاحتكارية، وزي ما قال الأستاذ اللي سبقني ان احنا ما عندناش أزمات، وبالفعل احنا ما عندناش أزمات، ولكن احنا بنصطنع هذه الأزمات لصالح هؤلاء المحتكرين، لصالح فئة معينة، لفئة معينة ومعروفين بالاسم. قبل ما انهي مع حضرتك، وكلامك مهم جدا جدا، هل شعبة المستوردين بالقاهرة فكرت او حاولت ان تتقدم بمشروع للحكومة او لرئاسة الجمهورية او للوزارات المعنية او لمجلس النواب لسن قانون معين يتم تطبيقه ام لا؟ احنا تقدمنا بالفعل الى المسؤولين عندنا في الغرف التجارية لتوصيل هذه القرارات إلى من صدر هذه القرارات، ولكن هم بيحجبوا هذه التصورات أو هذه الطلبات، لأن برضه مش عايز أخفيك سرا أن هناك مجموعة من المحتكرين في هذه المهيئات والمنظمات الأهلية. واللي أنا عايز أقوله لحضرتك أن مجموعة المحتكرين لهم منصاتها
والسيطرة على صاحب القرار في اتخاذ القرارات اللي بتساعدهم على هذا الاحتكار. وسلعة سلعة، لأن احنا بنتكلم النهاردة نقول في أزمة في الرز، في أزمة في الزيت، في أزمة في الأسمنت، في أزمة مش عارف إيه، لا دي المواضيع كلها لكل السلع الموجودة في السوق، في مجموعة من المحتكرين اللي بيسيطروا على كل حاجة، واللي بيساعدهم زي ما قلت لحضرتك في البداية هي القرارات الوزارية أو القرارات دون الوزارية اللي بتساعد على هذا الاحتكار بمنتهى الافتراس للمواطن المحدود الدخل. وإحنا شفناه في أزمات رز بسبعة جنيه وبثمانية جنيه، السكر بدأ يرتفع. نعم. تعال شوف النهاردة الفراخ وصل الكيلو كام، حتى السلع المصرية ده بسبب موضوع الاحتكار. أستاذ أحمد شيحة، الاحتكار محتاج مواجهة قوية جدا. نعم. وإحنا ورا صاحب القرار اللي هيواجه له المحتكرين لصالح المستهلك في النهاية. أستاذ أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالقاهرة، بشكرك شكرا جزيلا على أرائك التي ربما انوضعت أمام متخذ القرار، سننهي على هذه الظاهرة. أعود إلى ضيفي الكريم الأستاذ حفظي صادق إلياس وكيل وزارة التموين بالجيزة. أستاذ حفظي، يعني في عجالة وفي نقاط سريعة، كيف لنا أن ننهي هذه الظاهرة المستعصية على المجتمع المصري؟ اولا يا فندم، زي ما قلت في حديثي في الاول، لابد ان انا بجد اعيد ثقافه المستهلك. ثانيا اشدد بعض القوانين على المحتكرين السلع، برضو في تهريب السلع، لان برضو ما زال في بعض الحاجات بتتهرب، ده لابد ان انا يعني اشدد الرقابه جامده جدا عليها، واكثر المعروض في الاسواق بالطريقه. احنا عندنا في الاقتصاد اتعلمناها على بين اساتذتنا الكبار، اكثر المعروض السعر ينزل على طول فورا. الحاجه الثانيه ان احنا انا بقول لزمايلي كمديرين مديريات على مستوى الجمهوريه، تشديد الرقابه. صحيح احنا عندنا عدد المفتشين قليل، لكن لابد ان احنا برضو نزود المهام اكتر واكتر. تمام. حتى نوصل لارضاء المستهلك، لان المستهلك ده على دماغنا من فوق. اشكرك شكرا جزيلا استاذ حفظي صادق الياس وكيل وزاره التموين، كما اشكر وزاره التموين على المجهودات التي تبذلها في هذه الايام لمجابهه الغلاء ومجابهه السلع الاحتكاريه، خصوصا نحن في شهر رمضان. قبل ان انهي هذه الحلقه، اذهب مره اخرى الى زميلتي عبير شوشه لمجموعه من التعليقات التي وردت الينا حتى يكون هناك كافه الاراء. عبير، في عجاله سريعه، اهم الاراء التي وردت اليك على صفحه البرنامج. نعم مصطفى، مزيد من الآراء ومزيد من المطالبات بتغليظ العقوبة. يعني ميدو مصطفى يقول يستاهل الجلد 100 جلدة، لازم يتقوا الله في الناس وفي شغلهم ومكسبهم، من وراء ذلك الاحتكار فلوسه حرام أصلا. عويضة بالنسبة للتجارة واحتكار بعض السلع ومنع تداولها، نود أن نتكلم بصراحة وشفافية. أولا التجارة لعبة كبيرة ولا يتقنها بالشكل الاحتكاري إلا بعض التجار الكبار رجال الأعمال، لأن العملية نفسها محتاجة مبالغة كبيرة جدا لكي يتمكن التاجر من احتكار السلع وعرض بيعها في الوقت المناسب ورفع أسعارها بالشكل الذي يطلبه هو. فلذلك نطالب الدولة بعمل لجان تفتيش ومراقبة مكونة من الداخلية والتموين والتجارة الخارجية. عمرو حراز، وافق على أقصى العقوبة لكل من يستغل أو يحتكر. أحمد أبو العلا، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، نجد قد ظهر لنا بقوة مصاصي دماء الفقراء من تجار السلع والأدوية الراغبين في تكوين الثروات بالطرق غير المشروعة. إذن حسب التعليقات هم مصاصوا دماء، إذن السجن بالتأكيد غير كافي لهم. أقف هنا وأعود إلى مصطفى. إليك مصطفى. شكرا عبير، شكرا جزيلا أيضا، وشكرا لضيوفنا الكرام الذين تواصلوا معنا عبر صفحة البرنامج، كما أشكر أيضا ضيوفي الكرام التي تحدثوا معي على طول هذه الحلقة عن هذا الموضوع الهام جدا والذي يشغل الشارع المصري، عن عقوبة السجن ربما تكون بديلا لمنع الاحتكارات والمنافسات الاحتكارية في الشارع المصري. حاولنا مشاهدين الكرام أن نجيب على هذا التساؤل في هذه الحلقة. أشكر لكم طيب المتابعة، لكن قبل نهاية هذه الحلقة أذكر بحلقة الغد، وهي كيف نعيد أجواء الدفء للأسرة المصرية في شهر رمضان الكريم. أعيد السؤال مرة أخرى، كيف نعيد أجواء الدفء للأسرة المصرية في شهر رمضان الكريم؟ مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة، غدا حلقة جديدة وفريق عمل جديد، وكل عام وأنتم بكل خير.